زي ما قلنا لكم هنحاول يكون موجود معانا مداخلات نفهم اكتر ونتعرف اكتر عن التفاصيل. وقلنا لكم ان الدكتور طارق توفيق مرقر القومي للسكان قال امبارح خلال المؤتمر الصحفي شويه حاجات اسباب تخلينا او تمنع زياده معدلات الانجاب، فنعرف تفاصيل منه. وهو معانا تليفون اكتر. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. اهلا. صباح الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ صباح النور. اهلا بحضرتك. طيب عايزين نعرف التفاصيل من حضرتك بشكل واضح وصريح. بالنسبة للمشكلة السكانية في مصر، زي ما احنا عارفين الناس كلها عارفة، احنا عندنا عدد مواليد في ازدياد كل سنة ما يقلش عن 2,600,000. الموارد المتاحة للدولة المصرية لحد ما محدودة، في سوء توزيع للسكان وفي تدني للخصائص السكانية نفسها. وده كله في دايرة مغلقة. يمكن احنا لو اتكلمنا عن الأسباب، الأسباب عندنا موجودة جدا وسهلة وواضحة، هي قلة التنمية في مصر. وده معني ان في عندنا معدل بطالة عالي، معدل أمية عالي، معدل بطالة بين الشباب وبين السيدات في مرحلة الإنجاب عاليين. عندنا معدل أمية بين السيدات في عمر الإنجاب كبير شوية خصوصا في الصعيد. عندنا في وفيات، معدل وفيات الأطفال الرضع لحد ما عالية لسه. في عندنا مخرجات التعليم مش متوافقة مع السوق أو احتياجات السوق الموجودة. وعندنا يمكن كمان الحاجة الثانية إن في قلة للوعي، أو في بعض الأماكن ما فيهاش خدمات تنظيم أسرة متاحة. طب حضرتك يا دكتور ذكرت إنه المطلوب في الفترة المقبلة إن يكون هناك توازن في عدد السكان ومع رفع معدلات التنمية، هل في خطة فعلا موضوعة بنشتغل عليها محطوطة اقتراحات؟ ايه بقى يعني ممكن نعرف؟ بداية هو كل المفروض ان في خطة لكل محافظة، لان كل محافظة ليها سماتها وليها خصائصها وليها مشكلها. في منتهى البساطة كل محافظة عندها الموارد المتاحة اللي عندها، عندها الصناعات المحلية الموجودة، عندها فرص التنمية الموجودة المتاحة في كل محافظة، وكل محافظة على اساس خياراتها ايه؟ يعني ايه المتاح في كل محافظة عشان يبتدي التنمية فيها؟ فكل واحدة من دول ليها خطة، الخطة دي محطوطة كل الوزراء المعنيين. احنا عندنا يمكن 8 او 10 وزراء هم المسؤولين عن تنفيذ خطة المواد في كل محافظة. فده إلى حد ما يعني مع الحركة والتنسيق، وإن الناس كلها يبقى في مجهود واحد وفي نشاط واحد يؤدي في آخر النتيجة واحدة، إن شاء الله يفرق بإذن الله تعالى. أوكي. طب اتفضل. ال- 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 الاقتراح المقدم بان الرخصه ان الانجاب يبقى برخصه. لا مفيش حاجه زي كده حضرتك. طب وحمل الطفلين وبس؟ الطفلين وبس ده عشان تعظيم دور الاسره الصغيره. اوكي. ده مش لا قانون ولا هو اقتراح ولا حاجه خالص. احنا بنقول والله مستقبل البلد دي في الطفلين وبس. ومستقبل معناها يعني معناها النمو الاقتصادي، يعني رفاهيه المجتمع، يعني تعليم كويس، يعني صحه كويسه. يعني خدمات متاحه لكل الناس وكل حاجه. يعني يا دكتور ببساطه احنا بنشتغل اكتر على الوعي وعلى توزيع الفرص بشكل افضل قبل ما نقول بقى احنا يعني وبعدين هيجي من هنا بقى موضوع ان الواحد يعرف ان هو امكانياته. بالظبط. يعني في الدول كلها ما بتعملش، يعني كل معظم الدول المتقدمه ما عندهاش فرد اول بينمي المواطن وبعدين تلقائيا هو بينظم نفسه. صحيح. طب هل في مدة زمنية محطوطة مثلا ممكن نبقى بنشوف من خلالها؟ ان شاء الله باذن الله تعالى يمكن هو النتيجة تبقى سنوية، يعني المتابعة تبقى سنوية. لكن في خلال 5 سنين احنا حاطين خطة عاجلة، في خلال 5 سنين ان شاء الله يبقى في نتيجة ملحوظة. 5 سنين. اوكي ماشي. ميرسي يا دكتور جدا. احنا مش عايزين نعطلك، عارفين عندك اجتماع، فصباح الخير على شكرا يا دكتور. الف شكر.